المنافقون أيها المنافقون أيها الصامدون على شفاعات القتال، أنا أعتبرها شفاعات قتال. لقد سرقوا الحلم منا بمعونة أمريكية صهيونية تحالفت مع الرجعية الدينية. إذن اليوم نحن معناتها في شارع حبيب بورقيبة، المسيرة هذيا نظمها اتحاد أصحاب شهادات المعاطلين عن العمل. المسيرة هذيا انطلقت من بطحة محمد علي الاتحاد الشغل في وسط المدينة، والمسيرة هذيا كانت معناتها في الحقيقة على زوز مستويات. المستوى الأول هو معناتها فهمتني حق التظاهر في شارع بورقيبة، ولا ماهوش معناتها مزية من وزارة الداخلية ولا من العرايض اللي منع هذايا، وفهمتني رد اعتبار معناتها للشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني اللي تقمعوا في 9 أفريل والمستوى الثاني بالطبيعة نحن كتنظيم معناتها اجتماعي وتنظيم ينظم المعطلين على العمل. نحن اليوم المطالب متاعنا خذيت معناتها شعارات من أهم الشعارات اللي بعد عام وأربع شهور معناتها فهمتني من تشكيل الحكومة هذه، اللي البطال يعبر معناتها على استيائه وفد ويعبر معناتها عن فشل وعن عن عن عجز الحكومة. ومن أهم زاد المطالب متاعنا نحن اليوم أول حالة دستارة حق الشغل اللي ماهوش مزية، اثنين صندوق بطالة يضمن معناتها الكرامة والأدنى متاع العيش الكريم المواطن، ثلاثة التنقل المجاني، وأربعة الصحة العمومية. وبطبيعة نحن نتبناه معناتها شعارات المكونات المجتمع المدني من حيث البعد الاجتماعي، كمعناتها فهمتني تجميد الأسعار وفهمتني حل معضلة البطالة. يا